جالسنا في شهر رمضان، هي امتداد لمجالس الآباء والأجداد اللي اعتدنا عليها طوال أيام السنة، لكن في شهر رمضان المبارك لها طعم آخر من الالتقاء بأهالي المنطقة والالتقاء بالأحبة من كافة مناطق البحرين في هذه المجالس، انطلاقة على حب وتصافى فيها القلوب. فالحمد لله رب العالمين اللي ميز مجتمعاتنا وميز البحرين في هذه المجالس اللي تحرص فيها حتى قيادة بلدنا الله يحفظها في الالتقاء بالناس والالتقاء بكافة شرائح المجتمع في هذه المجالس. الله يديم علينا وعليكم الخير وجمعنا على الحب.